نعتبره فيه عرفون محسن مدير مركز الإصلاح والتهذيب بعين سبع. اليوم المنظومة السجنية في إطار جانب المندوبية العامة لإدارة السجون تحضر في إطار المشاركة في هذه الندوة اللي تنظمها جمعية مؤسسية لأصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول موضوع أي موقع للعقوبة السلبية بالحرية في هذه الأحداث. حضور المندوبية العامة هو من خلال مداخلة دور وموقع المنظومة السجنية في تنفيذ العقوبة للعقوبة السلبية بالحرية بالنسبة لهذه الأحداث. أكيد تنوير هذه الندوة وتحقيق واحد الإشعاع من خلال استراتيجية ديال المندوبية اللي تتصارع عليها بمعطيات تحدد القيم التربوية والإدماجية لتحقيق هذه المقاربة الإدماجية لسجناء الأحداث نظرا للعوامل والاتفاقيات مع القطاعات الوسطية ومع فعالية المجتمع المدني التي تهدف إلى تحقيق واحد المقاربة أفضل ضمن المحددات التي تسار عليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.